مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نحن أصدقاؤك، والذي نتمنى من خلاله أن نغطي كافة أنشطة شركة المشروعات السياحية. فأهلا ومرحبا بالجميع. عزيزي المشاهد، من أجل نشر هذه الرياضة على مستوى شباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولرفع مستواهم إلى الأفضل دائما ولاستغلال أوقات الفراغ في هذه الرياضة التي أصبحت هي لغة التخاطب بين دول وشعوب العالم ومرآة حضارتها، أقامت شركة المشروعات السياحية بطولتها الثانية للقوارب الشراعية تحت اسم صنف الليزر، وذلك في الفترة من 14 إلى 16/12 لعام 1994، وذلك في نادي الشعب البحري. عزيزي المشاهد، اشترك في السباق كل من نادي الدوحة الشراعي من دولة قطر الشقيقة والاتحاد العسكري ونادي التجديف والنادي البحري والحرس الوطني وشركة المشروعات السياحية.
عزيزي المشاهد، في اليوم الأخير للسباق وبحضور كل من السيد شاكر العثمان مدير عام شركة المشروعات السياحية وسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسعادة سفير الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تم توزيع الجوائز على المتسابقين الذين أسعدنا وجودهم ومشاركتهم دعوة إدارة الكويت. المركز الثالث عشر عصام هيدر. عصام هيدر عفوا. المركز الثاني عشر سيد محمد شراح. المركز التاسع عبد الله الخليجي. المركز الثامن محمد الفريدي. المركز السابع محمد العوضي. المركز الرابع لاعب شركة مشروع السياحية السيد خالد عبد الجابر. المركز الثاني السيد سعد بن فهد. السيد خليفة الهتمي بطل شركة مشروعات سياحية الثانية للقوارب السياحية بدولة قطر. سيد عبد الرحمن العويشي الاتحاد العسكري. عزيزي المشاهد، ومن ضمن برامج شركة المشروعات السياحية لهذا الأسبوع ومن ضمن برامج أبراج الكويت في الفترة من 28 إلى 31/12 لعام 1994 سيقام برنامج فني مميز مع عشاء الأبراج الفاخر. أما في الجزيرة الخضراء فهناك سهرة عائلية ممتعة وكذلك بعض الفقرات المميزة للأطفال، وذلك في الفترة من 28 إلى 31/12 لعام 1994. مشاهدينا الكرام، هذا ما كان لدينا في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم نحن أصدقاؤك. نتمنى أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكم، على أمل أن يتجدد هذا اللقاء بلقائكم في الأسبوع القادم بنفس الموعد. حتى ذلك الحين لكم مني ومن أسرة البرنامج أجمل تحية وإلى اللقاء. Thank you.